أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أهمية اتباع نهج التنمية المستدامة كسبيل للحد من أسباب الهجرة غير الشرعية. أشار شكري خلال مؤتمر صحفي مع ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أشار إلى استعداد مصر لدعم هذا السبيل أو السبل باعتباره الأكثر ضمانا للاستقرار. تحقيق التنمية المستدامة يعود بالمصلحة أيضا على الاتحاد الأوروبي، فإنه يمنع الهجرة غير الشرعية ويؤدي إلى الاستقرار بالمنطقة، وتستطيع مصر استمرار أن تلعب دورها في تهدئة الأوضاع وبأن تكون مثل لعوائد الاستقرار.